طائرة الورقية. ديم ودام على دراجتهما. تجلس ديم في الخلف وفي يديها طائرتان ورقيتان. وفي ممر قرب حقل الأعشاب نزل ديم ودام على الدراجة وبدأ بالسير على العشب. ديم، سأقوم بالركض الآن. وقام ديم بالركض معها وركضا في الحقل معا. كان هذا مسليا ديم. ابقى هنا الآن. حاضر. بقي ديم حيث هو هذه المرة. بدأت الطائرة بالارتفاع. إنها ترتفع كثيرا. يجب أن تساعديني يا دام. لا أستطيع الآن. أنا ألعب بطائرة الورقية الآن. كيف نحل مشكلتي؟ انظروا، إنه ماكس الفأر. مرحبا ديم ودام، ماذا تفعلان؟ نلعب بطائرتنا الورقية. هل تساعدني في رفعها؟ أجل طبعا، إن كان الأمر لن يطول. في الواقع يجب أن أرسل هذه الرسالة. بدأ ديم بالركض وطار ماكس في الهواء وبدأ يجري عبر الحقل. يا إلهي، ماكس خفيف جدا. كلا، هذا لن ينفع، فأنت صغير جدا. ستساعدني دام. ماكس، هل لا تمسك لي بطائرتي قليلا من فضلك؟ عندئذ أستطيع مساعدة ديم. بدأت الطائرة الورقية الأخرى بالارتفاع أيضا. التفتت دام وقالت: حسنا ماكس، يمكنك أن تعيد إلي طائرتي الورقية من جديد. ولكن ماكس كان قد اختفى. إلى أين اختفى ماكس؟ ها هو ماكس يطير في الهواء ويمسك بالرسالة بإحكام. أوه، يا للعجب، بدأ ديم ودام يشعران بالخوف قليلا. أسرع ديم ودام إلى دراجتهما وبدأ يلحقان بالطائرة الورقية. أخرجت دام المنظار من حقيبتها وبدأت تبحث عن الطائرة الورقية. ها هو هناك. يلحق ديم ودام بالمعلق ماكس في الهواء على دراجتهما. تنظر دام عبر المنظار. هبط ماكس في حديقة نيل مباشرة. نيل أنثى الحمار الوحشي. تنظر من خلال النافذة. خرجت نيل من الباب. هل أذيت نفسك يا ماكس؟ لا أبداً. كنت أعد فنجاناً من الشاي. تفضل وتناول فنجان شاي برفقتي. سترسل الرسالة لاحقاً ماكس. نظر ماكس حوله. كاد ينسى الرسالة. ها هي. التقط ماكس الرسالة. عندما تنبه ماكس قال: لن أضطر إلى إرسال هذه الرسالة، فهذه الرسالة هي لنيل. تناولوا جميعهم الشاي بينما جلست نيل تقرأ رسالتها. سيخلد ديم ودام إلى النوم. عليهما الاستيقاظ باكرا غدا. تصبح على خير ديم، تصبحين على خير دام. إلى الغد.